دامية أنابيل المسكونة. القصة دي لدامية مسكونة، قصة حقيقية. سنة 1970 كان في بنت اسمها دوانا، أمها اشترت لها دامية قديمة اسمها أنابيل من محل صغير كده بيبيع لعب أطفال مستعمل. اشترت دامية كبيرة جدا كانت تقريبا بحجم جسم بنتها دوانا. دوانا كانت لسه داخلة الجامعة جديد، وبعد ما دخلت الجامعة راحت السكن وقعدت مع بنت اسمها إنجي في نفس السكن، ومعهم في نفس السكن شخص اسمه لوي. ده كان خطيب إنجي اللي قاعدة مع دوانا في نفس السكن. دوانا وهي رايحة السكن خدت معاها الدامية القديمة اللي أمها جابتها لها في عيد ميلادها. دوانا كانت فرحانة جدا بيها وكانت بتتكلم معاها طول الوقت، يعني الدامية كانت أقرب حد ليها، وخلت الدامية معاها في أوضتها هي وإنجي في السكن الجديد. إنجي كانت بتحكي وتقول إن دوانا لما كانت بتنزل وتروح أي مكان وتسيب الدامية كانت بتشوف الدامية بتتحرك، كانت بتتحرك لوحدها. في الأول كانت تحركات بسيطة، يعني لو مقلوبة بتعدل نفسها أو تحرك إيديها، أو كانت بتركع وتمشي زي الأطفال. بس بعد فترة الموضوع بدأ يزيد جدا، يعني مرة لما رجعوا البيت لقوها حاطة رجل على رجل وقاعدة بتتفرج على التلفزيون، ومرة دوانا وهي بتفطر خدتها معاها المطبخ وقعدتها على الكرسي، والدامية حركت إيديها وحطتها على الأكل، ومرة يحطوها في أوضة ويقفلوا عليها، وفجأة يلاقوها في أوضة تانية. أكتر من مرة دوانا تسيبها على الكنبة وترجع تلاقيها على السرير، والموضوع زاد فعلا عن حده، بقى في خوف. دوانا وإنجي وخطيب إنجي بدأوا يخافوا من الدامية. وفي يوم من الأيام دوانا قررت إنها تفحص الدامية كويس ولقيت على إيدها دم. دوانا خافت جدا من الموضوع، ودوانا كمان بدأت تترعب لما لقت رسائل تهديد مكتوبة على الحيطة، والرسائل دي كانت بسبب إن دوانا حاولت أكتر من مرة ترمي الدامية لكن الدامية كانت بترجع تاني لوحدها. ولما الدامية كانت بترجع لوحدها كانت بتكتب رسائل تهديد لدوانا. وفي يوم من الأيام خطيب إنجي صحي من النوم لقى الدامية بتزحف على بطنها وجاية عليه وبتحاول تخنقه. دوانا حاولت تجيب خبير روحاني وفعلا وصلت لخبير روحاني وحكيت له على كل الحكاية، وفعلا الخبير الروحاني قدر يعرف كل حاجة عن الدامية وإيه اللي حصل معاها وإن ليه هي بتعمل كده مع دوانا وإنجي. الخبير الروحاني قال لهم الدامية دي كانت بنت صغيرة اسمها أنابيل، وهي صغيرة وعندها 7 سنين اتعرضت لحادث قتل، وروح أنابيل عاشت جوه الدامية، وجت أم دوانا واشترت الدامية لدوانا، والدامية المسكونة عاشت معاها هي وإنجي، وكانوا بيلعبوها وبيتكلموا معاها وحنينين جدا مع الدامية، عشان كده الدامية مش عايزة تسيبهم عشان حبتهم. دوانا كانت حنينة جدا وقررت إن هي هتاخد الدامية تاني معاها، رغم كل اللي عرفته عنها قررت برضو إن هي هتاخد الدامية معاها، واحتفظت بيها فعلا وخدتها معاها السكن تاني عشان تعيش معاها. الدمية ما كانتش مؤذية في الأول، لكن لما دوانا قررت ترميها وتتخلص منها الدمية بدأت تكتب لهم رسائل تهديد على الحيطة. بعد ما خدت الدمية معاها في السكن ما بقتش تلعب معاها زي الأول ولا تهتم بيها زي الأول. وفي يوم من الأيام دوانا صحيت على صوت صريخ، الدمية قاعدة في الحمام ووشها كله مليان دم، وجنب منها جثة إنجي صاحبة دوانا. الدمية قتلت إنجي صاحبة دوانا عشان دوانا ما بقتش تلعب معاها زي الأول، وكان مكتوب على مراية الحمام بالدم لسه مش عايزة تلعبي معايا. وبعدها خد الدامية الباحث الروحاني إدوارد ومراته لورين وحطوها في متحف اللورين للخوارق في مدينة مدوس، ولسه برضو في بعض الكلام إن الدامية بتتحرك جوه المتحف. وهي دي كانت حكاية دوانا والدامية المسكونة، ولحد ما نشوفك الحلقة اللي جاية لو انت لسه ما اشتركتش ما تنساش تنزل تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد.